بعد وفاة أرطغرل العام 1282 شن عثمان الأول ابنه عدة غارات إلى عمق المناطق الحدودية البيزنطية من بيثنيا، وهدد مدن عدة منها مدينة نيقيا التي حاصرها في 1301 ميلاديا، وكذلك التضييق على مدينة بورصة والمدينة الساحلية نيقوميديا. أرسل والد ميخائيل وهو أندرونيكوس الثاني قوة بيزنطية حوالي 2000 من الرجال بقيادة جورج موزالون لعبور مضيق البوسفور والتخفيف على المدينة. والتقى الجيش التركي مع البيزنطيين بقيادة عثمان، وكبد سلاح الفرسان التركي البيزنطيين خسائر فادحة، مما جعل جورج موزالون ينسحب من المعركة.